المري تهانينا، نرفع التهاني والتبريكات إلى مالك هجن الشحانية سيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر بمناسبة فوز الدوحة بهذا الشوط، شوط العمالقة، شوط المرسيدس، وإلى المضمر الذهبي صاحب الذهب سالم بن فاران المري. ها هي انطلاقة للشوط الثاني، والشوط الثاني مخصص للحول المهجنات الأصايل وجائزة هذا الشوط للمركز الأول. هناك سيارة رينج روفر، والمركز الثاني هناك أيضا سيارة لاند كروزر ستيشن، والمركز الثالث هناك نيسان ستيشن أيضا للمركز الثالث، وبقية المراكز حتى المركز العاشر جوائز نقدية. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشتركين. مباشرة نسير بكم مع مقدمة هذا الشوط نجوم في عز النهار على أرضية ميدان الوذبة بقيادة المضمر نجوم لهجن العاصفة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. ننتقل إلى المركز الثاني، غلا في المركز الثاني لهجن الشحانية بقيادة المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، وفي المركز الثالث غبة لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، وفي المركز الرابع كتارة لهجن الشحانية بقيادة المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. وهاي كتارة أيضا منطقة جميلة سياحية في دولة قطر تيمنا على هذه المنطقة السياحية، سميت هذه الناقة كتارة اللي في المركز الرابع. وفي المركز الخامس، ابعاد يا ابو محمد ولا قريبين لمراد المنافسة وحصولي على المراكز المتقدمة، ابعاد لهجن الشحانية بقيادة المضمر جابر بن سالم بن جابر بن فوران المري. وفي المركز السادس، هنا زعفرانة لهجن الرياسة بقيادة المضمر علي بن جميل الوهيبي. وفي المركز السابع الخميسة لسمو الشيخ نهيان بن سيف نهيان بن ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان بقيادة المضمر صادق فضل الأمين. وفي المركز الثامن ناخذ اللي في المركز الثامن، لهجن الشحانية اللي في المركز الثامن بقيادة المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. وفي المركز التاسع، هنا شواهين لهجن الرياسة بقيادة المضمر محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. وفي المركز العاشر ثرى في المركز العاشر لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان بقيادة المضمر سعيد بن مبارك الوهيبي. هذه النتيجة الذي قدم مشغلة وحصلت على السيارة الثالثة في الشوط العمالقة، حصلت على السيارة النيسان ستيشن أيضا هي من إنتاج المختبر أيضا. هنا أيضا دافع بثرى في هذا الشوط في شوط المهجنات. نرجع إلى المقدمة، نرجع إلى نجوم، يا سلام نجوم الظهر على أرضية ميدان الوذبة في عاصمة الميادين هي على مقدمة هذا الشوط ومنفرده، انفراد كامل، انفراد كليا بالمقدمة. نجوم لهجن العاصمة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، وهي تقترب من جسر العبور، تباعول العابرات من جسر العبور إلى خط النهاية وإلى السيارة وإلى الفوز والناموس. ننتقل إلى المركز الثاني، كتارة في المركز الثاني لهجن الشحانية بقيادة المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. ابعاد وصلت ابعاد، يا سلام ابعاد ولا قريبين. المركز الثالث تتسلل من مركز إلى مركز
المركز. ها هي ابعاد لهجن الشحانيه بقياده المضمر جابر بن سالم بن فوران المري. وفي المركز الرابع زعفرانه لهجن الرياسه بقياده المضمر علي بن جميل الوهيبي. وفي المركز الخامس الخميسه قادمه لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف بن محمد ال نهيان بقياده المضمر صادق فضل الامين. ننتقل الى المركز السات. وفي المركز السات من الجانب الثاني الوجبه لهجن الشحانيه بقياده المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. وفي المركز السابع شواهين لهجن الرياسه بقياده المضمر محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. وفي المركز الثامن المركز الثامن لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي واسماء غبة. وفي المركز العاشر زارة في المركز العاشر لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان ومضمر ثرى السيد سعيد بن مبارك الوهيبي. نرجع إلى نجوم نجمة هذا الشوط حتى هذه اللحظات وهي على مقدمة هذا الشوط وبدت تغادر جسر العبور، تغادر هذا الجسر لوحدها بدون أي منافس بدون أي منازع على مقدمة هذا الشوط وهي منفردة وهي تغرد خارج السرب بمقدمة هذا الشوط لهجن العاصفة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. مرحبا بكتارة وصلت إلى المركز الثاني بهذا الشعار، الشعار الأدعم، شعار الجزيرة، شعار خود على ظهر كتارة بقيادة المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي مع كتارة إلى المركز الثاني. المركز الثالث إبعاد لهجن الشحانية بقيادة المضمر الشبل جابر بن سالم بن فوران المري. وفي المركز الرابع الخميسة لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف بن محمد النهيان بقيادة المضمر صادق فضل الأمين. وفي المركز الخامس زعفرانة لهجن الرياسة بقيادة المضمر الظافر علي بن جميل الوهيبي. نرجع إلى المقدمة، نرجع إلى نجوم. يا سلام، أنا التهيت عد المراكز، حد شاف لي النجوم؟ حد يشوف النجوم في عز النهار؟ يا سلام، هذه نجوم الظهر على مقدمة هذا الشوط. تغادر كما غادرت منذ البداية وحتى هذه اللحظات وتزيد بسرعتها، لا زالت على مقدمة هذا الشوط لهجن العاصفة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وهي ترتدي ثيابي وشعار الملكي، شعار سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على ظهر نجوم على مقدمة هذا الشوط. يا سلام، ابعاد بدأت تقترب من مركز إلى مركز، ابعاد لهجن الشحانية بقيادة الشبل جابر بن سالم بن فوران المري. على المركز الثاني مرحبا بالشاعر، مرحبا بنفطيس في هذا المساء يتابع ايضا هنا. يا سلام، نبى ابيات جميله في سن الكبار يا بنفطيس. نرجع الى المقدمه، نرجع الى نجوم، بدت تغادر، بدت تباعد بمقدمه هذا الشوط. طير طاير على ارضيه هذا الميدان، خوفي لو مؤمن الجاذبيه بتطير صعود 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 إلى السماء، إلى السماء، إلى الأفق مع نجوم. ها هي نجوم وهي تسجل، هذه نجوم. يا سلام، بدأت تغترم من منطقة الأعلام. ها هي نجوم تطير بمقدمة هذا الشوط كما عودتنا، عودت جماهيرها، عودت محبينها، ما ترتاح إلا في المركز الأول ودائما تباعد. هذه طريقة من عرفناها حتى وصلت هنا سن الكبار. ها هي نجوم تسطر حروفا من ذهب في هذا الختام، ختام الختاميات، ختام الوثبة 2016 مع نجوم. تهانينا لمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد
بالراشد المكتوم ولي عهد إمارة دبي، تهانينا للمضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي على حصول نجوم بسيارة هذا الشوط وحصولها على المركز الأول، ابعاد في المركز الثاني لهجن الشحانية، وفي المركز الثالث نشوف اللي في المركز الثالث الخميسة في المركز الثالث، لكن ثرى تخطف المركز الثالث لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، المركز الرابع الخميسة لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان، وفي المركز الخامس هنا اللي في المركز الخامس وصلت الظبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم. هذه النتيجة والتوقيت الزمني ساعة وصول نجوم إلى خط النهاية وهي محتلة المركز الأول منذ بداية الانطلاق وحتى خط النهاية بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار، والتوقيت الافضل في هذا المساء تحت اقدام نجوم 12 دقيقة 23 ثلاثة اجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا للمضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي والذي وصلت في المركز الثاني ابعاد 12 دقيقة 28 جزء واحد من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية، تهانينا للشبل جابر بن سالم بن المري والذي وصلت في المركز الثالث، ثرى احتلت المركز الثالث وحصلت على السيارة الثالثة. ها هي ترى 12 دقيقة 38 ستة اجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، تهانينا للمضمر سعيد بن مبارك الوهيبي، تهانينا للجميع على هذا الأداء المتميز، تهانينا